نرحب بحضراتكم مرة تانية وقعدتنا بتبدأ معاكم دايما أولى فقراتنا بتذكرة لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها تلقي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاتصال هاتفي من رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي. وخلال الاتصال أكد سيادة الرئيس حرص مصر على تقديم الدعم للكونغو الديمقراطية في برامجها التنموية بما يتسق مع الطابع الخاص والتاريخي للعلاقات بين البلدين. كمان امبارح استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتوجه بخالص الشكر والتقدير باسم مجلس الوزراء لشعب مصر العظيم اللي ضرب أروع الأمثلة في الوعي وإدراك ما يحيط بالمنطقة كلها من تحديات. عشان كده اصطف في لجان الانتخابات الرئاسية للتعبير عن رأيه وتأكيد حضوره في هذا المشهد السياسي المهم. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي. تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد الرئيس حرص مصر على تقديم الدعم للكونغو الديمقراطية في برامجها التنموية بما يتسق مع الطابع الخاص والتاريخي للعلاقات بين البلدين. امبارح استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتوجه بخالص الشكر والتقدير باسم مجلس الوزراء لشعب مصر العظيم بعد أن ضرب أروع الأمثلة في الوعي وإدراك ما يحيط بالمنطقة كلها من تحديات، فاصطف في لجان الانتخابات الرئاسية للتعبير عن رأيه وتأكيد حضوره في هذا المشهد السياسي الأهم. كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر لشباب مصر اللي تصدروا المشهد الانتخابي وعبروا أيضاً عن وعيهم الشديد ووطنيتهم وتمسكهم بحقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم. أيضاً توجه الدكتور مصطفى مدبولي بتحية خاصة للمرأة المصرية العظيمة، مشيراً إلى أنها كانت دوماً عند حسن الظن بها وسباقة وقت التحديات تشد من أزر المجتمع كله. امبارح نوه رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي للجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من هذه السلع. ولفت رئيس الوزراء للتوجيه الصادر للجنة المشكلة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأهمية بحث المزيد من الآليات اللي من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي زيادات في أسعار السلع الاستراتيجية، مع ضرورة العمل على توافر مختلف السلع بالأسواق. امبارح تولى المستشار محمد الحمصاني مهمة العمل متحدث رسمي باسم مجلس الوزراء خلفاً لزميله بوزارة الخارجية المستشار سامح الخشن اللي عاد لوزارته لتولي مهام جديدة. الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قال إن مصر بتواصل جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة سعياً للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية اللي بيمروا بيها جراء العدوان الإسرائيلي الدموي عليهم طوال 68 يوم. قال كمان إنه منذ أمس الأول بدأ مرور شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة من مصر عبر منفذ رفح على معبر كرم أبو سالم حسب الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، ده بالإضافة لمعبر العوجة كما كان الوضع سابقا. وأضاف أيضا إن هذا من شأنه تسهيل تسريع وصول الشاحنات لقطاع غزة وزيادة عددها في حدود 60 ل80 شاحنة يوميا. أيضا تم الاتفاق على زيادة كمية الوقود المدخل للقطاع يوميا من 129 ألف لتر ل189 ألف لتر، بالإضافة لاثنين شاحنة غاز منزلي وهو ما تم إدخاله بالفعل أمس. بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي سوهاج تم تدشين مبادرة الفحص المبكر عن أورام السرطان من خلال 204 مراكز ووحدة صحية. وفي الأقصر أيضا بيتم دلوقتي الاستعداد لمهرجان التحطيب بساحة أبو الحجاج الأقصري. كمان امبارح في جامعة أسوان تم الإعلان عن إجراء 76 عملية جراحية ضمن قافلة الشفاء الأرنبية، وفي البحيرة تم تسليم 982 كشك للأسر الأولى بالرعاية ولذوي الهمم. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في سوهاج تم تدشين المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية تحت شعار انزل اكشف اطمن، واللي بتستهدف المواطنين من سن 18 سنة فأكثر. المبادرة بتقدم خدمتها من خلال 204 مركز ووحدة صحية بتغطي كافة مراكز المحافظة. في الأقصر بيستعد فرع ثقافة الأقصر لعقد فعاليات مهرجان التحطيب السنوي في ساحة أبو الحجاج يوم الحد الموافق 17 ديسمبر في تمام الساعة 3 عصراً، وبيستمر حتى 20 من نفس الشهر، وهيشارك فيه عدد من فرق الفنون الشعبية. في جامعة أسوان تم الانتهاء من أعمال الجراحة بالقافلة السنوية للأمراض الخلقية والتشوهات للأطفال، وتم إجراء 76 عملية جراحية ضمن قافلة الشفة الأرنبية داخل المستشفى الجامعي بأسوان. في بورسعيد بدأت الغرفة التجارية في طرح 2 طن سكر يومياً بسعر 27 جنيه للكيلو أمام مقر الغرفة، وده ضمن مبادرة تخفيض الأسعار مع السماح للمواطن بالحصول على كيسين فقط حتى تتاح الفرصة لحصول أكبر شريحة من المواطنين على السلعة. في بني سويف بتتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع اللي بتنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وتم حتى الآن تحصين 85,815 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام. في المنوفية أنهى المزارعون حصاد محصول القطن المنزرع على مساحة 3649 فدان بعدد من مراكز المحافظة، أهمها مركزي أويسنا وتلا، وسط اهتمام بالغ من الجهات المعنية وتسهيلات كبيرة في التوريد. في البحيرة سلمت مديرية التضامن الاجتماعي 982 كشك للأسر الأولى بالرعاية ولذوي الهمم بقرى ونجوع المحافظة، وده لتحسين حياة مئات الأسر بالبحيرة وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي، وده بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.